قبل ذلك كاين جودة كاين واخا بالعود. خويا سي محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي عادل ومرحبا بالمستمعي راديو مرسى. واخا نمشيو نديرو اطلاله بسرعه عند يونس جودة نعرفوا معاه اش واقع كي دايره الامور كي دايره الاجواء داخل فريق الوداد البيضاوي. يونس خويا عادل خويا مرحبا بك بالمستمعين ومستمعات راديو مارس بالعودي والاصدقاء اللي معك في الاستوديو. كما قلتي مباشره من دار السلام في هذا الاثناء يعني في هذا الاثناء المجموعه ديال فريق الوداد كتوجه للحافله باش يمشيو ان شاء الله ياخذوا الحصه التدريبيه. انا كنعتبرها هي الاولى لانه يعني الحصه ديال البارح كانت كما قلنا ديال الديكراساج ديال ازاله العياء. هذه هي الحصه التدريبيه اللي غيبدا الشغل الفعلي ديال خوان كارلوس غاريدو وايضا اللي غتخلينا نقربوا اكثر من الحاله ديال يحيى جبران. كنا تكلمنا عليها البارح عادل بانه كان شك شويه من الاصابه ديال يحيى جبران. اليوم صافي تيبان لي يعني كيدور في الهول وفي الاوتيل يعني ما ديرش باند على رجله على ركبته سيرتو على ركبته لانه البارح كان دار مساج مع الكيني وايضا حتى مع ستاف ميديكال ما دخلش خدا حصه ديال الديكراساج. اليوم غادي نشوفوا واش يكون غادي ياخذ حصه تدريبيه بشكل عادي مع المجموعه الوداديه. فاتتنا ايضا عدي صابر اخوان كارلوس غاريبو اللي كيصعدوا للحافله محمد طلال وايضا كنتكلموا حتى على يعني لسعد دريب تا هو رئيس البعثة ديال فريق الوداد الرياضي ادريس مرباح بدوره اللي حاضر باش يقرب يعني يقرب الفريق ديال الوداد الرياضي من كل الامور اللي هي ضروريه تكون حاضره وموفره قبل ما انهى الديبلاسمون. يعني عادي انا غنكون في الحصه التدريبيه غنحاول ان شاء الله باش ناخذ معايا دي ديكلاراسيون ونقرب اكثر من الاستعدادات ديال الوداد. اليوم كانت واحد لا فيزيت ديال الناس ديال الكاف كتعرف يعني الامور اللوجستيه كيسولوك دائما على واش الملعب في المستوى واش ايضا الحافله كانت متوفره من جانب فريق سيمبا التنزاني. فدريس مرباح كاتب الاداري يعني اكد لهم هذه النقطه هذه. فقط كانت ملاحظه على الملعب ديال التدريب اللي كانت يعني شويه العشب كان شويه متضرر من الامطار اللي كانت حاضره واللي كانت يعني هذه الاسابيع وهذه الايام بتنزانيا يعني هذه الفتره هذه فتره الشتاء اللي فتره الشتاء اللي دائما كتكون هنا في تنزانيا في هذه المرحله هذه. انا غنحاول ان شاء الله في الحصه التدريبيه امين نقربك اكثر عادل ونقرب للمستمعين من الاستعدادات حنا كنتوجهوا دابا لا سيونس دونترينمون مع الجسم الصحفي وايضا الاعلامي اللي حاضر مع فريق الوداد الرياضي. ما يكونش ما بعيناش بزاف تقريبا واحد 15 دقائق ما بين الملعب ديال الحصه التدريبيه وايضا مقر اقامه فريق الوداد الرياضي عادل باش تتضح لنا يعني الصوره بشكل كبير. خاصه السؤال ديال يحيى جبران واش غيكون باش يلعب هذه المقابله هذه عادي ان شاء الله. شكرا لك خويا يونس جودة. غادي ان شاء الله نرجعوا عندك للتيران والحصه التدريبيه باش نعرفوا اش واقع وناخذوا كذلك ارتسامات ونشوفوا الاجواء داخل الوداد. فالحمد لله الامور واضحه. شي اخبار على اصابه ديال جبران خويا عادل؟ دابا شويه نمشيو لتنزانيا لدار السلام عند جودة هو يقربنا من هذا لافير. قالك خويا عادل علاش ما كتقراش التعليقات؟ راه راديو مارس مخطوف في مناطق الصويره. وي وي غنشوفوا هاد لافير مع فرانسيس. قالك مبروك عليكم العواشر الزاكي هذا السي محمد الزاكي. قالك الوداد والجيش كينافسوا على الالقاب والفتح خدامه الدق وسكات غير الله يحفظ. كاين جوده كاين جوده. احنا نمشيو نسولوا خويا على جبران ونسولوا على التيران ونسولوا على كل شيء. يونس وي خويا عادل وي بزاف ديال الودادين كيسولوك اولا جبران الحاله ديالو ثانيا واش التوقيت هو واحد كثروا علينا لا بدلوا ما بدلوا واخا البارح حضرنا على هذا الموضوع والاجواء في الوداد. اجابات يونس اذا عادل احنا وصلنا للملعب. اول سؤال غنجاوبوا عليه يحيى جبران هو كاين دخل كيتريني عادي ما دير لا بونسون لا والو دخل يعني كيدخل وسط الجروب باش هو يدير اول حصه ليه وهذه ثاني حصه الوداد الرياضي هنا في الملعب. الملاحظ انه الناس هنا ديال هذا الكلوب هذا داروا مجهود باش يعني ينزلوا شويه من الطول ديال الكازون كيبان بانه صافا تقدر تدور الكره ميم يعني كيبان شويه مؤثر بالشتا. نشوفوا معنا سي سعد الدريب كيترأس البعثه ديال فريق الوداد الرياضي معنا سي سعد مع عادل العماري في برنامج الحقيقه في 90 دقيقه والاسئله الكثيره اللي كانت كتطرح دائما. السي سعد اهلا وسهلا. احنا مباشره من دار السلام والحديث على نبداو بعدا بالتوقيت ديال الماتش لانه كان بزاف ديال اللبس بهذا الخصوص. السي سعد
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي يونس وشكرا على المجيء ديالك بعد هنا. اهلا وسهلا الاخ عادل. مرحبا. من كازا نسلموا عليك. لا اون فات ما كاينش تغيير. التوقيت هو هذاك الربعه ديال هنا دونك هي الوحده ديال تما. كانت انباء كثيره والناس كانوا كيصيفطوا لنا بزاف كانوا كيشوفوا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلي كاين تغيير. حنا ما ترسلنا وصلنا حتى شي رساله وما يمكنش تفاصيل ما يمكنش 48 ساعه وصلنا شي شونجمون عليها دونك ما كاين والو. التوقيت المباراه هو الربعه ديال هنا وعندنا غدا اونطريمون مع الربعه في التيران الكبير ديال الملعب ان شاء الله. ان شاء الله يعني الظروف لحد الان تيبان بانوا اللاعبين بداو كيتادابطاو كيستانسوا مع الاجواء هنا في دار السلامه. سي سعد وكاين ايضا حتى الاسئله اللي كتعلق باللاعبين. حنا تكلمنا على ليفيكتيف اللي غيعتمدوا خوان كارلوس غاريدو خصوصا في الغياب ديال جونيور سامبو اللي هو كاين حاضر مع الجروب ولكن سسبوندو. كلشي كيتسائل واش حسوني والزهير مترجي واش خنوس واش حتى حميد احداد لانه شفنا قبل لحظات كيتكلم مع المدرب خوان كارلوس غاريدو. حنا عندنا السؤال تا هو نفس السؤال اللي عندنا سعد. سي يونس ونقول لك وثق بيا والله العظيم ما عارف شكون اللي غيلعب وما غنعرفش شكون اللي كيلعب عمري ما سولت شكون اللي يلعب. لا شوف اللي قدر نطمن الجبهه الوداديه وانت راك شتيها سي يونس اللي غيدخل غيقضي الغرض. راه الوداد هذه وحنا درنا واحد الدوره اليوم في المدينه دار السلام وشفنا الناس الشعبيه الكبيره اللي عندها نادي الوداد الرياضي. فهنا راه حنا اون فيان افيك ان ستاتيو ديال شامبيون دافريك ما نساوهاش. الناس راه كيخافوا على دوك الناس عاطيننا. حنا كنحترموا تو لي زادفيرسير ديالنا كنحترموهم وهذه فرقه كبيره سيمبا ولكن حنا راه الوداد اللي يدخل حسوني مرحبا يدخل الوتر اللي يدخل انا الماركي واقيلا ندخل انا نقضي الغرض والمهم اللي يدخل يلعب ان شاء الله عادل. هذا لي في ديال دابا حيت دور كره شويه مع سميشو مع بن عياده ومؤيد لافي صاحبي تي سي سعد اللي يدخل يضرب. كنا نتكلموا حتى على الجمهور حتى لي سيبورتير تبارك الله كيديبلاصاو دابا وكان يعني تقدير لانه من الناس ديال الكاف وصلوا بغوا يعرفوا حتى تقديريا شحال يكون ديال العدد ديال الجماهير. كان يعني سيدريس مربح حصرهم في واحد 200 مناصر وبلا شك بانهم دائما الجمهور الوداد كيكونوا خلف يقدروا اكثر لانه اللي يجي من المغرب تقريبا كاين واحد 200 ابار الناس اللي كاينين جايين يعني تقريبا من اوروب من لازي من دول اخرى مجاوره ايضا لتنزانيا. يعني حتى الجمهور الوداد ايضا دايرينو في البال سي سعد. دايرينو في البال وهذا الشيء ان شاء الله غنهضروا عليه غدا في لا ريونيو تكنيك ديالنا ان شاء الله عندنا مع 14 في لوتيل. لا ان شاء الله حنا اون بونسونطابل سيغ قالوا لنا اونتر 200 و 300 يمكن نوصل ان شاء الله 300. اليوم عندنا واحد وجبه عشاء ان شاء الله وانتم مرحبا بكم انتم معنا عند السيد السفير وانتم غنحسوا بالضبط لو نومبر اللي غيكون مي جو بونس سي فا ايتر اونتر 200 و 300 جو بونس غتوصل 300 الناس اللي جاو لان تلاقينا بزاف في المدينه تلاقينا بزاف ديال جي سبورتر اللي جاو وشوف والله العظيم الا صافي شو كور مي كتشوف هادشي لي ديبلاسمون الناس اللي كيديروا جايين من المغرب وبلي ديسكال من لوروب. راه الوداد راه ماشي راه مي كنقولوا العائله راسي كلمه والله العظيم ماشي هذا والحمد لله ترك شي الاجواء اللي عايشين هنا الحمد لله ان شاء الله. البليز امبورطون هادشي كله كيبقى ان ديتاي البليز امبورطون هو نهار السبت نجيبوا ان بون ريزولتا ان شاء الله اللي كاليفينا بور جو سي با كومبيان الحمد لله لا انيام فوا في هاد لي 8 اون ديرنيير اللي نتاهلوا ان شاء الله الدمي فينال او موان الدمي فينال ومن بعد ان شاء الله العيد ان شاء الله هنا نهار السبت ولا الجمعه ولا كيف السبت ان شاء الله بغيت تطبخي السبت ان شاء الله سعد اشوف نقول لك غير هذا الكوتش ما كراش يسمعنا نقولوا ليه غدا باسكو كيتسنى مسكين لان لا بريسيون مسكين عليه وهذا الدراري صافي كيتكرفصوا بالليل لان ما كينعسوش مزيان راك عارف مع الاجواء ديال رمضان وهذا ومع السحور غادي كنفيقوا في الصلاه مع الصوم كيقرب الفجر ما كيقدروش يرجعوا بالليل دونك سي لا في دو ماتش دونك حنا ما كناش كرهنا الصراحه ما كرهناش يكون غدا مي جو تكون هي الحصه الاولى هنا في تنزانيا في الربع في توقيت ديال الماتش توقيت ديال الماتش تكون في توقيت الماتش ولكن ان شاء الله شوف حنا ان شاء الله ما نتخبوش وراء هذه الاعذار. حنا ان شاء الله غنجيو ان شاء الله العيد وعيد مبارك سعيد بعد الامه الاسلاميه والامه المغربيه ان شاء الله والعائله الوداديه ولسيدنا الله ينصرو وكل كل كل المغاربه في اقطاب العالم ان شاء الله عيد مبارك سعيد مسبقا وكونوا دائما كنتسناو الدعوات ديالكم ان شاء الله. ان شاء الله سي سعد الدين شكرا لك بطبيعه الحال قربتينا اكثر يعني بالاخبار وايضا المعطيات اللي كتعلق فريق الوداد عادل كما سمعتي يعني الظروف مزيانه كاين دابا ما كيقرب الماتش ما كيبدا الضغط يبان يعني كيبدا الضغط ايضا يبان على الستاف على الناس اللي مسؤولين على البعثه ديال فريق الوداد الرياضي وايضا حتى على اللاعبين اللي هما غيكونوا هما لي زاكتور في ارضيه الميدان في هذه المقابله ديال الوداد خصو يقلب على نتيجه مزيانه لانه يمكن تيرمون الجمهور